بعد زغريد الفرحة بالتفوق والنجاح في شهادة التعليم المتوسط، تحاول العائلة العنابية ترجمة الفرحة بطريقتها الخاصة، فتقوم بالاحتفال بأعداد الأطباق المختلفة. نديروا الغرايف، عندنا الغرايف هاك تشوف فيها، نوزعوها على الحباب نهار الاول مع الفرحه هذيك، ومن بعد نتفرغوا للرفيس. الرفيس مشهوره به ولايه عنابه وولايه الشرق كل تقريبا. هذا ملي كنا احنا صغار كانوا ماتنا يديروا لنا الرفيس كي ننجحوا، نحكمنا احنا العاده هذه، بقينا نمشيو بها كل من ينجح لك حتى السيزيام. الاحتفال بالنجاحات الدراسية عادة مترسخة، ولكن الطريقة تختلف من عائلة لأخرى. فعائلة التلميذة ملاك بن جدي المتحصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 18.10 كان احتفالها مميزا. فرحوا بيا كل، فخورين بيا والدي، ناس كل باركولي، جيراني، العائلة تاعي كاملة فرحوا بيا كل. والله فرحة لا توصف، يعني والله فرحة كبرى، خاصة أنها جابت معدل يعني من بين المعدلات يعني الجيدة والأوائل على المستوى المؤسسة، وممكن جدا على المستوى الولاية. الرفيس، الغرايف، أكلات أخرى شعبية تقليدية مشهورة تعكف العائلات على تحضيرها بعد النجاح والتفوق في الدراسة، لتجتمع حلاوة الأكل مع حلاوة النجاح.